بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتابي لغي كومبروند. طبعا كنا قد انتهينا مع هذا الصوت، صوت ني، صوت ني كما رأينا، والذي يكتب ب جي ان. فهذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوت و. طبعا رأينا فيما سبق بأن إي آن تنطق أ، ثم رأينا بأن أو إي تنطق و. طبعا إذا جمعنا الاثنان سنقرأ و و، عندنا و و، ثم عندنا أ و، كما في مثال كلمة كوا كوا، يعني الزاوية، زاوية المنزل تسمى لوكوا مثلا. طبعا هنا عندنا أو كوا دو لا غي، أو كوان دو لا غي، طبعا لا غي الزنقة، الزقاق أو الشارع يسمى لا غي. إذن أو كوان دو لا غي، إذن في جانب، كما نقول هنا عند ركنية الشارع، في ركن الشارع، إذن المقصود على جانب الشارع. أو كوان دو لا غي إن بولانجري، une boulangerie. احيانا نتكلم مثلا عن لو بولانجي، لو بولانجي يعني الخباز، بائع الخبز او صانع الخبز يسمى لو بولانجي. المكان الذي يعمل فيه الخباز يسمى بولانجري، اذا نتكلم عن مخبزة، une boulangerie. اذا على جانب الطريق au coin de la rue une boulangerie، هناك كما نقول اون بولانجري، هناك مخبزة. بلو لوان، بلو لوان، طبعا كلمة بلو فالاصل ديالها عندنا بلوس، بلوس نقول مثلا ان بلوس دو ايغال تخوا، ان بلوس دو ايغال تخوا، واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة. في اماكن كثيرة اننا لا ننتقد اس بلي لوا، طبعا لوا يعني بعيد، نقول عن شيء بأنه لوا يعني أنه بعيد. بلي لوا كما نقول بعد زيادة، أكثر بعدا المقصود هنا. أو كوا دو لا غي إن بولانجري، بلي لوا، بلي لوا يعني بعدا، شيء من البعد، بعد زيادة. إذا ابتعدنا زيادة، إذا ابتعدنا زيادة، لا ميزون دو لونكل، منزل العم، إذن هناك منزل العم في هذه المدينة الصغيرة. أو كوا دو لا غي إيليا إون بولانجري، هناك مخبزة. بلي لوا، إذن المقصود هنا بلي لوا دو لا بولانجري، إذن أكثر بعدا من المخبزة. إيليا لا ميزون دو لونكل، هناك منزل العم. طبعا هنا الكلام مختصر، إذا المقصود هنا أو كوا دو لا غي، إذا في زاوية الطريق على جانب الطريق إن بولانجري، المقصود هنا إيليا إن بولانجري، هناك مخبزة. ثم بلو لوا، المقصود هنا كما قلنا بلو لوا دو لا بولانجري، بلو لوا دو لا بولانجري، أكثر بعدا، كما نقول بعد زيادة، مقصود أننا نبتعد شيئا ما. إليا لا ميزون دو لونكل، لا ميزون دو لونكل، المقصود إليا لا ميزون دو لونكل، هناك منزل العم. إذا كما قلنا الآن أو كوا دو لا غي لا بولانجري، بلو لوا لا ميزون دو لونكل، لا ميزون دو لونكل. ثم عندنا هاد المقاطع اللفظية، أونسويت نو بخونو سي سيلاب، كوان، لوان، بوان، جوان، فوان، سوان، موان، موان. نوبخونو كوان، لوان، بوان، جوان، فوان، سوان، موان، موان. أودوسو دو سيت إيماج أون أ سيت فراز لا، أسفل هذه الصورة عندنا هذه الجملة. إن ب
petite ville bien propre et tenue avec soin. Une petite ville bien propre et tenue avec soin. 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 Une petite ville. Medina Sarira. Bien propre. Bien propre. كما نقول نظيفة جدا. نظيفة بشكل جيد. نظيفة جدا. نظيفة جدا. كما نقول هنا très propre. أنها جد نظيفة. Et tenue. طبعا نتكلم هنا على الverb tenir. Tenir أنك تأخذ شيئا. يقول لك شخص تيه خذ. Et tenue. ومأخوذة. كما نقول. مأخوذة. هذه المدينة مأخوذة. كيف هي مأخوذة؟ avec soin. بعناية. يعني الناس اللي شادنها تسيروا بعناية. Une petite ville bien propre et tenue avec soin. المقصود أنها تسير بشكل في عناية. أنها تسير بعناية. Une petite ville bien propre et tenue avec soin. Une petite ville. Une petite ville bien propre et tenue avec soin. Ensuite, nous prenons ce paragraphe. Le foin. Le coin. Le foin. Voilà. C'est le foin. Et dans notre cas, herbe séchée, fauchée et séchée qui sert principalement comme nourriture pour les chevaux et les bestiaux. إذا نتكلم عن herbe séchée, نتكلم عن عشب. Fauché, نتكلم عن عشب أنه تتحش. أنه تتحسد. Fauché. رأينا هذا الفعل فيما سبق مع le faucheur. Le faucheur, شخص اللي تقطع العشب. يسمى le faucheur. تأتي من فعل fauché. Fauché يعني أنك تتحش هذا العشب. أنك تتقطع. إذا نتكلم هنا عن أغب فوشي، إذا نتكلم عن عشب أنه يحصد، أنه تتحش. إساشي ثم أنه يجفف، ثم أنه يجفف. كي سير برانسيبالمون، الذي يستعمل أساسا بور نوغيغ، من أجل إطعام لي شوفو إي لي باستيو. إذا من أجل إطعام أحصنة جمع حصان إلي باستيو ثم المواشي. إذا عندنا هنا لو فوان. فوالا فوالا سي لو فوان. إذا عندنا هاد العشب لو فوان. ثم عندنا لو كوان. لو كوان. لو كوان يعني الركن. لو كوان دو لا ميزون. إذا نتكلم عن ركن المنزل، زاوية المنزل تسمى لو كوان. ثم عندنا موان. موان يعني ناقص. عندنا بلوس. بلوس زيادة. موان أقل. نتكلم عن ناقص نقول عنه موان. مثلا إذا قلنا هنا اون بوتيت فيل موان بروبر، يعني أقل نظافة. موان بروبر أقل نظافة. إذا هاد موان تعني هاد الأمر، تعني ناقص أو أقل إلى غير ذلك. نقول مثلا 3 موان 2 إيغال أن. ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد. تخوا موان دو إيغال أن. عندنا موان. ثم عندنا لو بوان. لو بوان. فوالا سي لو بوان. طبعا قبضة اليد تسمى لو بوان. ممكن أن تعني كل هاد الجزء. ممكن أن لو بوان تعني كل من اليد إلى المرفق. ممكن أن تعني لو بوان. لو بوان ممكن تعني هاد المعنيين، قبضة اليد أو من اليد إلى المرفق تسمى لو بوان. لو بوان. ثم عندنا أن توا بوانتي. أن توا بوانتي. فوالا سي لو توا. فوالا سي لو توا. روغاردو سور ليماج. فوالا سي لو توا. إذا نتكلم عن السقف. بوانتي. qui se termine par une pointe.
الذي ينتهي ب إن بوينت. بوينت الذي ينتهي بنتوء. أن توا بوينتي. أن توا بوينتي. 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 كي سو تيرمين باغ دي بوينت. مثلا هنا كما نلاحظ أن كوتو بوينتي. أن كوتو. أن كوتو. نتكلم عن سكين. أن كوتو بوينتي. Qui se termine par une pointe. Qui se termine par une pointe. Elle dit yentehi. N'akoul an shay in bi anna pointi. Yentehi bi shaklin had. Un toit pointi. N'atakallam an saqf. Annahu had. F'akhiri. Le foin, le coin, moins, le point. Un toit pointi. René va à vélo. René va à vélo. إذن غوني يذهب بالدراجة. فا موان فيت. فا موان فيت. فا موان فيت. فا موان فيت. اذهب بسرعة أقل. اذهب بسرعة أقل. سير بشوية. فا موان فيت. أو نقول مثلا فا بلو فيت. فا فا بلو بلو فيت. بلو فيت. اذهب بأكثر سرعة. يعني زيد في السرعة. va plus vite يعني سير بسرعة أكثر. هنا عندنا va moins vite سير بسرعة أقل. إذن عندنا هنا لو فيرب آلي طبعا مصرف في الامبيراتيف مصرف في الأمر. va نقول va allons allez يعني اذهب فلنذهب فلتذهب. نقول مثلا allons moins vite إذن فلنذهب بأقل سرعة يعني خاصنا نقلل السرعة. أو نقول مثلا allons plus vite allons plus vite allons plus vite إذن فلنذهب بأكثر سرعة فلنزيد السرعة. إذن خاصنا نزربو شوية يعني المقصود بها خاصنا نمشيو أكثر من هذه السرعة. إذن عندنا هنا va moins vite غني va moins vite غني يعني سير بأقل سرعة يا غني انقص السرعة يا غني. إذن سير بسرعة أقل يا غني tu vas tomber أنت ستسقط. طبعا عندنا هنا لو فيرب آلي وعندنا هنا لو فيرب طومبي وهذا ذكرناه فيما سبق بأن لو فيرب آلي تستعمل كمساعد أمام فعل آخر وهذا الفعل الآخر في الحقيقة اللي احنا باغي نصرفوه هو في الكتابة ما تتصرفش فاش تنسجلوه ما تنصرفوش تنخليوه آلا انفينيتيف يعني ما مصرف لا مع جو ولا مع تيو ولا مع إيل يعني أنه تبقى الانفينيتيف تنخلو بهاد أو إغ ديالو إلا كان تنتمي للمجموعة الأولى تنخلو مثلا بإي إغ إلا كان تنتمي للمجموعة الثانية. طبعا في المجموعة الثالثة هناك أصناف من الأفعال حسب النهاية ديالهم. إذن تي فا طومبي لو فيرب آلي هنا تيجي قبل من هاد الفعل باش يبين لينا بأن هاد الفعل غادي يحدث قريبا. tu vas tomber المقصود انت ستسقط انت ستسقط عما قريب اذا بقيت في هذه السرعه. اذا حتى لا تسقط طبعا عليك ان تنقص السرعه. غوني فا افيلو فا موان فيت غوني فا موان فيت غوني tu vas tomber. اذا كما قلنا باننا هنا اتينا بهذا لو فيرب الي امام لو فيرب طومبي اللي هو فعل سقط حتى نقول انت ستسقط. وهذا ولتي تسمى في اللغة الفرنسية لو فيتور بروش. لو فيتور بروش المستقبل القريب. عندما نقول جو في سورتيغ ليس المقصود بها هنا بأنني أنا أسير أخرج. المقصود بها هنا أنا سأخرج قريبا. جو في سورتيغ المقصود بها هنا أنا سأخرج قريبا. ثم عندنا ميشيل. Michel a donné un coup de poing à Rémi. Michel a donné. Michel a donné un coup de poing à Rémi. Et donc Michel a donné un coup de poing, un coup de poing, un coup de poing à Rémi. Et donc Michel a atta. Adnan le verbe donner. Michel a donné. Et donc Michel a atta un coup de poing, un coup de poing. أغيمي. إذن هو أعطى قبضة يد لغيمي.
المقصود بأنه ضربه بهذا الشكل، المقصود بأنه ضرب غيمي بهذا الشكل، ضربه بمقبض يدي. ميشيل ا دوني ان كو دو بوان ا غيمي. كما نقول بأن ميشيل أعطى ضربة قبضة يد ا غيمي. سي مال، هذا سيء. سي مال، هذا سيء. إذن يجب أن لا يفعل ميشيل هذا الأمر. سي مال، هذا سيء. إذن ميشيل ا دوني ان كو دو بوان ا غيمي. سي مال. سو ماتان، هذا الصباح. Dans son champ, ce matin, dans son champ, mon père a retourné le foin. Ce matin, dans son champ, mon père a retourné le foin. Et dans ce matin, à la sabah, dans son champ, fi haqlihi, le champ, al haql, dans son champ, fi haqlihi, mon père a retourné le foin. Mon père a retourné le foin. Et dans abi, un noqlib. شنو قلب؟ لو فوان، قلب لو فوان، يعني لكي يجف. مثلا هو كان على هذه الجهة، سيقلبه إلى الجهة الأخرى، بعدها يقلبه إلى الجهة الأخرى حتى يجف بالشمس. مثلا سو ماتان دون سون شون، إذا هذا الصباح في حقله مون بيغ، مون بيغ أغوتورني لو فوان، يعني أنه قلب هذا العشب، قلب هذا العشب حتى يجف من الجانب الآخر. لا ميزون دو سوزان، لا ميزون دو سوزان اي توجور توني افيك سوان. لا ميزون دو سوزان اي توجور توني افيك سوان. إذن منزل سوزان اي توجور توني، دائما مأخوذ افيك سوان، يعني بعناية. المقصود بأنه دائما معتنى به، دائما معتنى به. منزل سوزان أنه دائما منظم نظيف إلى غير ذلك، إذن هو معتنى به. لا ميزون دو سوزان إي توجور توني أفيك سوان، إي توجور توني أفيك سوان. غوني أبيت لوان دو ليكول، غوني أبيت لوان دو ليكول، لوان دو ليكول. إذن غوني أنه يسكن لوان دو ليكول، لوان دو ليكول، بعيدا من المدرسة. طبعا عندنا هنا الفيرب ابيتي، هذا فعل ابيتي، يعني فعل سكن. غوني ابيت لوان دو ليكول، غوني ابيت لوان دو ليكول، غوني ابيت لوان دو ليكول، بعيدا من المدرسة. il prend souvent son vélo. il prend، طبعا عندنا هنا الفيرب بروندر، il prend يعني هو يأخذ. طبعا نقول جو برون، طبعا نصرف لو فيرب بروندر، طبعا لو فيرب بروندر عندنا هنا او بريزون، او بريزون، او بريزون، نصرف في الحاضر. نقول جو برون، جو برون مون ستيلو، انا اخذ قلمي. جو برون، تي برون، إل برون، نو برونون، فو بروني، إل برين، إل برين، هم يأخذون. إذن إل برون هو يأخذ. souvent souvent في الغالب، غالبا، souvent غالبا، son vélo دراجته. إذن مادام هو يسكن بعيد عن المدرسة، إذن هو في الغالب يأخذ دراجته. غوني أبيت لوان دو ليكول، il prend souvent son vélo، il prend souvent son vélo. le cheval l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. Le cheval, l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. Beaucoup de foin. Le cheval, l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. إذن عندنا الحصان والحمار والبقرة ont mangé هم أكلوا beaucoup de foin، الكثير من العشب. غوني تيرمين اون كوبي، غوني تيرمين اون كوبي، ان بوان اي سي فيني، برافو. إذن غوني ينهي اون كوبي، نقل، أنه كان ينقل شيئا ما، كوبي يعني نقل. إذن غوني تيرمين اون كوبي، إذن غوني أنه ينهي
اون كوبي نقلا، كان تنقل واحد النص مثلا، ثم ان بوان، ثم عامل نقطه كما عندنا هنا ان بوان، بعد انهاء الجمله انه يضع ان بوان، يضع نقطه. اسي فيني وانتهى. طبعا عندنا هنا عندنا لو فيرب تيرميني وعندنا لو فيرب فينيغ، انها تعني انهى، انهى اكمل الى غير ذلك. اسي فيني وانتهى. برافو برافو. كما نقول تشجيع، روني تيرمين اون كوبي، روني تيرمين اون كوبي، ان بوان اي سي فيني، برافو. سي برومي جو فوري مي دوفوار افيك بوكو دو سوان، سي برومي. طبعا هنا تنتكلمو على لو فيرب بروميتر، سي برومي جو فوري مي دوفوار افيك بوكو دو سوان، سي برومي. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروميتر، سي لو فيرب بروميتر. ومن مثلا كلمة لا بروميس، لا بروميس يعني العهد. سي برومي، كما نقول إنه متعهد، إنه متعهد، يعني هذا الأمر متعهد عليه. سي برومي، أنني أعطيك عليه العهد، أو أنني أعطيكم عليه العهد. هنا تقال سي برومي، إنه متعهد، إنه متعهد، المقصود بأنني أتعهد بهذا الأمر. بماذا أتعهد؟ شنو اللي غنعطي العهد عليه؟ شنو هو اللي غنعطي عليه العهد؟ جو فوري مي دوفوار، جو فوري مي دوفوار، أنا سأفعل واجباتي افيك بوكو دو سوان، بالكثير من العناية، بالكثير من العناية، يعني أنني أعطيك العهد أو أعطيكم العهد بأنني سأبقى أفعل واجباتي بكل عناية، بكل عناية. هذا هو المقصود بهذا الكلام. سي برومي جو فوري مي دوفوار افيك بوكو دو سوان، سي برومي جو فوري مي دوفوار افيك بوكو دو سوان، سي برومي جو فوري. هنا عندنا لو فيرب فير بصرف لو فيتور سامبل، جو فوري انا سافعل، مي دوفوار طبعا لي دوفوار هم الواجبات، مي دوفوار واجباتي، افيك بوكو دو سوان بالكثير، بالكثير من العناية. نفس السؤال اللي عندنا هنا، نقول هنا اون بوتيت فيل بيان بروبر اي توني افيك سوان، اون بوتيت فيل بيان بروبر، مدينة صغيرة بيان بروبر، بيان بروبر، انها اكثر نظافة، اي توني افيك سوان ومأخوذة بعناية. اذا السؤال مقصود بالعناية. ومن كلمة سواني، ومن كلمة سواني، يعني انك تعتني بشخص أو تعالجه. سي برومي، إنه متعهد، المقصود بأنني أعدكم. جو فوري مي دوفوار افيك بوكو دو سوان، سأفعل واجباتي بكل عناية، مع الكثير من العناية، كما عندنا هنا دي بليم موان دو بليم إل غيست وي بليم، دي بليم عشر ريشات، عشرة ريشات موان ناقص دو بليم ناقص ريشتين، إل غيست يبقى. طبعا عندنا هنا لو فيرب غيستي، عندنا غيستي يعني يبقى، إل غيست يبقى، وي بليم، وي بليم ثمانية ريشات. طبعا أكيد إلا كانوا عندنا عشرة الريشات نقصنا منهم جوج غيبقاو ثمانية، إذا دي بليم موان دو بليم il reste oui plume، il reste oui plume. طبعا غيستي يعني باقية كما قلنا. ومن مثلا نقول روني غيست à la maison، روني يبقى في المنزل، يعني ممكن ان تعني هذا الامر ايضا. ثم عندنا كوان 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 فون لي بيتي كانار سور لو، كوان 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 فون لي بيتي كانار سور لو، صغار البط فوق الماء، لي بوتي كانار سور لو، إذا صغار البط فوق الماء ماذا يفعلون؟ فون كوان كوان كوان، يعني أنهم يفعلون كوان كوان كوان، أنك تسمع هذا الصوت على هذا الشكل، كوان كوان كوان، فون هكذا يفعلون، كما نقول فون يفعلون، لي بوتي كانار، لي بوتي كانار البط الصغير
سيغلو بمعنى آخر صغار البطي سيغلو على الماء. كوان 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 فون لي بوتي كانار فون لي بوتي كانار سيغلو. L'automobile est tombée en panne près du rond-point. L'automobile, السيارة, est tombée en panne. سقطت, سقطت في تعطل. سقطت في تعطل. تقول شي واحد أنا en panne. En panne يعني أنني في تعطل. إذن, l'automobile est tombée en panne. L'automobile est tombée en panne. إذا السيارة سقطت في تعطل المقصود أنها تعطلت près du rond point près du rond point. إذا نتكلم عن rond point point نقطة le point هو النقطة rond point. إذا نتكلم عن نقطة دائرية النقطة الدائرية طبعا نتكلم عن ملتقى الطرق نتكلم عن نقطة ملتقى الطرق نسميها rond point. عندما وصلت لهذا المكان تعطلت السيارة. L'automobile est tombé en panne près du rond-point. L'automobile est tombé en panne près du rond-point. Du rond-point. إذا نعيد هنا. روني va à vélo. Va moins vite, روني. Tu vas tomber. Michel a donné un coup de poing à Rémi. C'est mal. Ce matin, dans son champ, mon père a retourné le foin. La maison de Suzanne est toujours tenue avec soin. René habite loin de l'école. Il prend souvent son vélo. Le cheval, l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. Le cheval, l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. René termine une copie, un point et c'est fini, bravo. C'est promis, je ferai mes devoirs avec beaucoup de soin. 10 plumes moins de plumes, il reste 8 plumes. Coin, coin, coin. Font les petits canards sur l'eau. L'automobile est tombée en panne près du rond-point. Tout maintenant, du foin, comme on a dit, من هذا العشب. العشب الجاف, يسمى le foin. Du foin, un bon point, un bon point, هنا ماشي rond-point, هنا un bon point. إذا نتكلم عن نقطة جميلة. Un bon point, un bon point. إذا نتكلم عن نقطة جميلة نقطة جيدة سيلوان سيلوان إذا إنه بعيد شخص ما يذكر لك مكان تقول له سيلوان إنه بعيد لو كوان دو لا غي لو كوان دو لا غي كما رأينا فيما سبق لو كوان أو كوان دو لا غي يعني في زاوية الطريق كما نقول في ركن الطريق على جانب الطريق لو كوان دو لا غي. طبعا سنكمل مع هذه الفقرات في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.